في ذوق هنعمل نوع من انواع الحلويات الفرنساوي وهو المكرون. يلا نشوف هنعمله ازاي. في الكبة هنحط 150 جرام دقيق لوز، 150 جرام سكر بودرة ونضربهم. هنضيف 55 جرام بيض بيض. حلة على النار هحط 150 جرام سكر و 35 ملي مية. في العجان هنحط 150 جرام بيض بيض. وبعد ما توصل درجة حرارة السيروب 115 هنضيفه على المارينج ونستمر في الضرب. هنضيف معلقة صغيرة فانيليا ونضيف اللوز. هنضيف المارينج بالتدريج على خليط اللوز ونقلب. نبتدي نعمله بايبينج في الماء. ودلوقتي هنخرج الهواء اللي جواه. ونسيبه مدة ربع ساعة وبعدين ندخله الفرن على درجة حرارة 165 لمدة 10-12 دقيقة. ده شكل الماكرونز بعد ما خرج من الفرن. دلوقتي هنحشيه بالفرنش باتر كريم. دلوقتي هنزين الماكرون بعجينة السكر. وده كان شكل الماكرونز بعد ما خلصناه. يا رب يعجبكم ويكون سهل عليكم، واشوفكم في حلقات جايه ان شاء الله. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.